تتكامل جهود الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وذلك بوضع خطة أمنية متكاملة تشارك في تنفيذها كافة مديريات وإدارات وزارة الداخلية. وقد حرصت المديريات الأربع وشرطة المجتمع على المتابعة الميدانية بتنفيذ عدد من الترتيبات الأمنية لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة رأس السنة الميلادية. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الأمن خلال إجازة رأس السنة الميلادية، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة بتكثيف التواجد المروري ونشر دوريات النجدة في مختلف مناطق وطرقات المملكة لدعم جهود مديريات الشرطة ولضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة والتعامل معها. إدارة العمليات حريصة على تأمين كافة الاحتفالات والفعاليات برأس السنة الميلادية بالتعاون والتنسيق مع المديريات وإدارات وزارة الداخلية وفق خطط مدروسة وموحدة لتنظيم هذه الفعاليات. وفي سياق متصل تقوم إدارة العمليات بالتنسيق الكامل مع الجهات المنظمة لهذه الفعاليات وفق اشتراطات معينة، وذلك توفير السلام العام لجميع الجمهور والمنظمين. تعمل دوريات النجدة على مرافقة شحنات المقذوفات والمفرقعات النارية إلى موقع الإطلاق، وتسير الدوريات في كافة مواقع الاحتفالات تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية لتوفير الأمن والنظام العام. أعدت إدارة عمل المرور خطة مرورية متكاملة لاحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية تهدف إلى تنظيم حركة المرورية وتأمين سلامة مستخدمي الطريق والتعامل الفعال مع أي اختناقات مرورية لضمان انسيابية حركة المرورية في الطرقات والشوارع الرئيسية. تهدف الخطة إلى تكثيف الدوريات المتحركة والثابتة. كذلك تم ترتيب عدد من ضباط وضباط صف وفرع على مواقع الاحتفالات والشوارع المتوقع أن تنتشر فيها كثافة ازدحامات مرورية. كما حرصت المديريات الأربع وشرطة المجتمع على المتابعة الميدانية بتنفيذ عدد من الترتيبات الأمنية والتواجد في مختلف مناطق المملكة وخاصة مواقع فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية. تقوم مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية بتأمين احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، حيث سيتم نشر دوريات أمنية في موقع الفعاليات بهدف تأمين الجمهور وتسهيل الحركة المرورية للوصول للموقع بكل يسر وسهولة. وتحرص المديرية على تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تواجد أفراد شرطة خدمة المجتمع لنشر الوعي بين الجماهير. وضع الخطط الأمنية اللازمة في كافة الشوارع والأماكن الحيوية بالتعاون مع الإدارات والجهات ذات العلاقة لضمان فرض الأمن والتقيد بالسلوكيات والآداب العامة. ومن ضمن العناصر الأمنية التي يتم ترتيبها تواجد العنصر النسائي من الشرطة النسائية وشرطة خدمة المجتمع، حيث يتم ترتيبها حسب الخطط الأمنية للتعامل مع الوقائع التي تكون أطرافها نساء أو أحداث. وللسلامة العامة دور الرئيس تعمل عليه الإدارة العامة للدفاع المدني باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة التي تكفل سرعة الاستجابة لأي بلاغ والتعامل بكل احترافية. استعدادات الإدارة العامة للدفاع المدني لاحتفالات رأس السنة الميلادية راح يكون من خلال تواجدنا في جميع المواقع اللي فيها عروض الألعاب النارية لتأمينها من أي خطر أو طارئ لا سمح الله. أيضا كعادة غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة بتلقي البلاغات وتحويلها إلى أقرب مركز للتعامل معها بالشكل الاحترافي والمطلوب. كل هذه الجهود تهدف لحفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات واحتفالات. هذا ويمثل التعاون المستمر بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع مسؤولية مشتركة لتحقيق الأمن الشامل.